اهلا بكم. الكليب اللي شفتوه ده زوجته هي اللي عامله له للراجل ده، مراته هي اللي عامله له الكليب ده، تخيلوا. والملفت للنظر في الكليب ده بقى للمحترفين انه نايم في حتت كتيره غريبه، يعني نايم في العربيه وطبعا فاتح شباك العربيه ونايم في اوضاع غريبه. مره هو سايق يعني ركن بالعربيه وهي بتشتري حاجات، رجعت لقيته نايم، او وهو قاعد مع حد في الناحيه اليمين، فالصبح وبالليل نايم في اوقات كتيره. فالشخير عرض لحاله مرضيه معاه اشياء كتيره خطيره جدا، صعوبه التنفس، ضغط اللي بيرتفع. في رابط وثيق جدا بين الشخير وحدوثه نتيجه انسداد مجرى الهواء او ضيقه يعني، وبين ارتفاع ضغط الدم وتحسن حاله ضغط الدم. مش هنقول شفائه التام، لكن في حالات بتقترب تقريبا من انها خلاص. طبعا في عوامل تانية لضغط الدم لو موجوده، لكن اللي بنسمع بقى ان ضغط دمه 180 190 وعلى 120 او 110 اللي هو السفير، لما بيتحسن مع الدواء بيقل الدواء، بيقل جدا درجه ضغط الدم وبيرجع تاني، يبقى كنترولابل، يبقى متحكم فيه. النهارده حوار مثير للغايه وممتع للغايه، لانه دايما الحالات اللي بتتكلم في الموضوع ده بيبقى حوارها فيه كثير من المعاناه. احنا شفناها في صوره كليب شبه كوميدي، لكن الواقع بيبقى مش كوميدي، الواقع بيبقى مؤلم ومزعج. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، طبعا استشاري ودكتوراه الانف والاذن والحنجره، ودكتوراه واستشاري العلاج بالليزر من جامعه القاهره، وزماله الجمعيه العالميه للشخير وامراض النوم، وزماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، واستاذ الاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم، الاسم الكبير. اهلا بيك دكتور هشام بيه. اهلا دكتور ايمن على المقدمه. شفت الفيديو الغريب ده؟ جميل. طبعا طبعا ده هو ده الشخير. ست عامله الجزء. ده الغريب بقى ان كل المرضى اللي بيجوا لي سواء رجاله او ستات، كل واحد يا اما جاي مسجل لمراته، يا اما هي جايه مسجله ليه. وعلى فكره كان بيجوا الاول محرجين مكسوفين، النهارده هي بتيجي هو بيجي وهم ودي حاجه جميله جدا عجباني دلوقتي، جايين وطالبين ان هم يتعالجوا الاثنين، كانهم يعني تيم واحد وفريق واحد وجايين متفقين انهم عايزين يتعالجوا. الشخير حالة مرضية الإنسان ما بيشتكيش منها نفسه، يعني هو ما بيجي لو واحد عايش لوحده أو بينام لوحده ممكن ما يطلبش، يعني لو ما حدش في البيت عنده ما فيش مشكلة، لكن هو بيبدأ القصة لما يطلع رحلة، لما يتجوز، لما يقعد حد جنبه، هيبدأ هنا تنقلب المشكلة إلى عرض حقيقي، يبدأ يقولك أنا جاي لك بقى، أنا عندي مشكلة شخير، صح كده؟ ده كلام مظبوط. لكن في شق مهم جدا، ان في اول موضوع الشخير ان الواحد بيطلع صوت، وهذا الصوت ما بيضايقوش لكن بيضايق اللي جنبه. هو كتير جدا يجي يقولوا لي مثلا الحقيقه يعني انا مش جاي عشان انا متضايق، انا صوت بيطلع مني بالليل، برجع بطول الليل بشخر، بصحى الصبح عندي مشاكل بس مش فارقه معايا، لكن المشكله في اللي نايم جنبه او اللي المجموعه المصاحبه ليه، تبقى عامله مشكله كبيره جدا. لكن المشكله الاهم من كده ان هذا الشخير متغير، دايناميك، متحرك، يعني النهارده بيطلع صوت بكره هيطلع صوت بخنقه وهكذا. فيعني ما اقول، لا انا عايز اوصله ان اقول ان عيان الشخير النهارده اللي بيطلع صوت بس بكره مش هيطلع صوت بس، هيطلع صوت ويبقى مخنوق ويبتدي هو نفسه يشتكي. اسمحوا لي نرحب بيه طبعا ضيف معانا النهارده الاستاذ رياض احمد. الاستاذ رياض احمد هو مصري بيعمل في دولة الكويت الشقيقة، وعمل عملية خاصة بالشخير واحكي لنا قصص مثيرة. اهلا بيك يا استاذ رياض. على خير يا دكتور ايمن. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا دكتور. انت من الصعيد؟ من جنة. من هنا؟ أيوة. احسن ناس. الله يخليك يا دكتور. الصعيد دول حاجة عظيمة جدا جدا. الله يخليك يا دكتور. انا عايز ابدا الاول مع الدكتور هشام، بس يعني فيما يتعلق بحالة رياض، لان النهارده حالة احنا بنتكلم النهارده ابلايت كلينيكال، يعني بنشرح الشخير على حاله. فايه قصه الحاله بتاعت الاستاذ رياض؟ الاستاذ رياض جالي الحقيقه من الكويت، قال لي انا جاي لك وعندي مشكله شخير، مش ليا بس، للي حواليا. انتوا بتتفرجوا علينا في الكويت؟
بتعرف كل الدنيا. الله يخليك والله، الله يخليك والله دكتور هايم. يعني احنا ما موجودين في الكويت، موجود يا باشا في كل الدنيا. شعبيه؟ لا ليك شعبيه كتير. احلى تحيه للشعب الكويتي العظيم والله. الشعب الخليج كله. فطبعا جالي وقال لي انا المشكله مش بس عندي، المشكله مش بس في شخير، المشكله في اللي حواليا، المشكله في الناس اللي بيناموا معايا في الاوضه بطفشهم. ما هي دي مشكله. هي مشكلة المدينة الجامعية، مشكلة السكن بتاع المجمع. فعاملة له مشكلة. مش بس كده، لما بيسافر احكي لهم بقى. انا يا دكتور يعني من حوالي سنتين ثلاثة كده حسيت بالخنب ليه الأول. واخد بال حضرتك؟ فروحت عملت سليب تيست، واخد بال حضرتك؟ طلع عندي طلع عندي بيقطع النفس 25 مرة في الليل. هذه كانت المشكلة، إن النفس بيقطع مع الشخير، مش الشخير وبس، الشخير لوحده اعتقد مفيش مشكله، بس هي قطعه النفس هي المشكله. يعني معلش قبل ما انت رحت تعمل اختبار نوم. بناء على ايه اللي حركك؟ ايه اللي حركك تروح اللي تعمل؟ حركني ان الناس في السكن اشتكت من الشخير بتاع الصوت العالي. دي اول حاجه حركت. دي اول حاجه. طيب في حاجه ثانيه؟ وعندي المدام كانت بتقول لي بالليل نفسك بيقطع وبيرجع تاني، بيقطع ويرجع تاني. بتتخض بالليل طبعا، المدام انت نايم جنبها بتتخض عليك. فده اللي خلاني ان انا لازم افحص نفسي. لما فحصت وطلع كده شفت الدكتور هشام في البرنامج بصراحه، يعني بدون مجاملات وبدون حاجه، وشفت مع حضرتك في برنامج الناس الحلوه، وبعد كده ابتديت اتابع الدكتور هشام واقرا وحاجات. فقلت لا، الموضوع بقى لان الموضوع بقى كده هيدخل في حاجات انا في غنى عنها. احكي لي بقى ايه المعاناه الثانيه؟ يعني هل بس الشخير وشكوه الناس في السكن ولا ايه ثاني؟ في المعاناه يا دكتور، انا كنت بصحى الصبح نايم، لما اروح دوام الصبح لو مشيت بالظبط نص ساعه اي اشاره ممكن انام بالعربي في السهر، ممكن انام. المعاناه الكبيره ان انا كنت بتصل بزوجتي من الكويت لو انا عندي مشوار بالساعه ساعه ونص ساعتين عشان تتكلم معايا وترغي معايا على اساس ما نمشي. انت لو سبت لوحدك ما انا لو سبتني هنام. لا ولو الطرق، الطرق في الخليج تنيم. لا يا دكتور هناك الحادثه كمان مميته عشان خاطر السرعات بالظبط، ان انت بتمشي 120 من فوق مش حاسس، لان الطرق ممهده واسعة وحاجه حلوه يعني. واسعه، فبالتالي كنت الطريق عندنا دلوقتي طرق شويه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله عندنا كم طريق دلوقتي فظاع، بس هناك الدوائر حلوه بصراحه. عندهم الدوائر حلوه. واخد بال حضرتك؟ فخليني اتصل بالمدام من الكويت او باحد من بناتي اكلمهم على اساس ما نمشي. فده خلاني ان انا انزل مصر واروح اتوجه للدكتور هشام على طول. يعني ايه الحاله بتاعته؟ الحاله طبعا لما كشفنا عليه اول ما بيجي له، عاده العيانين عندنا بيتواصلوا بالمركز قبل ما بيجوا، وببتدي اقول لهم يصوروا لي الحلق من قبل ما يجي لي، ولو عامل فحوصات يبعتها لي، وابتدي اعمل زي سيرفي بسيط كده الوزن والطول والسن وكل الكلام ده. بيبتدي يجي لي ببقى انا عامل تقريبا فكره مبدئية عنه. أول ما بيجي لي بقول له تعالى لي صاي كمان لهذه الدرجة. أول ما بيجي المركز بتعمل نستكمل بقية الفحوصات والكشف، بتدي نعمله منظار على مجرى التنفس، حاجة فايبر أوبتيك، المنظار بشوف بيه مجرى التنفس كله، وبيتخذ قرار العملية في خلال ربع ساعة من وصوله. حالة الأستاذ رياض لما شفناه الحقيقة كان عنده تضخم في اللوز بشكل غير طبيعي، وطبعا تضخم اللوز مع كتمة ودخول وخروج الهواء بطريقة صعبة جدا، ده بيخلي سقف الحلق واللهاء وعضلات الحلق، المنطقة بتاعت الحلق كلها يبقى فيها ارتخاء شديد جدا. الارتخاء ده وانس ان هو حصل بيستمر يزيد، خلاص الفيشس سيركل او الدايرة المغلقة دي ما بتقفلش. كل يوم اكتر من التاني، كل شهر اكتر من التاني، كل سنة وهكذا، يخش بقى في اختناق، يخش في مشاكل ضغط، يخش في مشاكل القلب، ويخش في مشاكل سكر، ويخش في كل ما يمكن ان تتخيله حضرتك. طبعا لما جالنا شفنا الكلام ده قلت له انت محتاج عمليه. الحقيقه كان هو طبعا جاي، وزي ما حضرتك شايف كده هو جاي وقاري وسامع وشايف، وده عيان الحقيقه من العيانين اللي بيريحوني جدا، لان هو جاي هو لا ما شاء الله ده عارف ربنا يخليك يا دكتور، مذاكر يعني سليب تيست. انت اقول لك حاجه طيبه يا دكتور، اول ما دخلت قلت له ايه؟ قلت له انا عندي سليب ابني. قال لي نعم. قلت له انا عندي سليب ابني سندروم على طول. بالظبط. قال لي طب اتفضل على طول، عمل لي منظار على طول. مفيش دقيقتين قال لي عمليه. قلت له طب شو يا دكتور؟ قال لي عمليه. قلت له خلاص امتى؟ قال لي تحب دلوقتي ولا بكره؟
الدكتور ده بسيبني اجهز نفسي يعني مش انا جاي يكشف بس هو اكيد بكره بس يعني على طول هو قال لي نفس الكلام يعني قلت له لا سيبني اجهز نفسي لما قلتش لحد ومفيش غير اخويا بس الصغير معايا بس روحت وبتاع واتصلت بيه تاني وحدد العمليه كان الاوبستراكشن فين في اكثر من منطقه لا لا هو الاوبستراكشن في ليفل واحد ولا منطقه الاوروفارينكس منطقه الحلق لان احنا عندنا كذا اوبستراكشن موجودين من اول الانف للحلق لمنطقه الهايبوفارينكس لغايه اللارينكس تحت هو يعني الى حد ما حظه كويس ان المنطقه لسه جاي لي يعني يعتبر سنه معقول 50 سنه ده السن الطبيعي بتاع موضوع الشخير والخنقه لغايه 80 سنه فالمنطقه كانت منطقه الحلق شلنا له اللوز عملنا له تجميل في سقف الحلق واللهاء عملنا له شد في عضلات الحلق كمان على فكره بقول الكلام ده ببساطه لكن هي التكنيكس بتاعت العمليه الحقيقه أدق من كده بكتير قوي كل حالة غير الثانية فيها تفاصيل فيها كل حالة غير الثانية وكل عضلة بتتشاف أثناء العملية تتشد قد إيه كمل لي الوسع بقى شكله عامل إزاي الحقيقة كان يعني من الحالات اللي طبعا الحمد لله هو قدامنا بقى له 10 أيام عامل العملية يقول لنا بقى أخبار بقى يعني إيه اللي حصل بعد العملية أنا كنت بقوم الصبح مصدع الأول دلوقتي صداع مفيش صراحة دايما كان جسمي يبقى سخن لا انا دلوقتي بنام 4 ساعات بس وبقوم فايق جدا جدا النفس بقى مرتاح عندي بقيت اخد نفس لسه امبارح سالت دكتور هشام انت في حاجه شلتها ورا من اخيري قال لي شلتها نورتنا حبيبي يا دكتور نورتنا ساعه الباشا وسعيد جدا بهذا ممتع اهلا بيك طبعا ضيف العزيز الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم الاسم الكبير في عالم الانف والاذن والحنجره واستشاري الانف والاذن والحنجره واستشاري العلاج بالليزر وطبعا زمالة الجمعيه العالمية للشخير وأمراض النوم والجمعية الأوروبية للشخير أيضا واستاذ الزائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم كان في واحدة من أهم حلقاتنا على الإطلاق وطبعا اللي نورنا النهاردة الأستاذ رياض أحمد يعني الراجل المحترم الجميل ربنا يخليك يا دكتور النهاردة ومذاكر ما شاء الله ده حاجة جميلة قوي إنه المريض يوصل لمرحلة الثقافة يبقى فاهم ليه يا دكتور أيوة لأن أنا جاتني فوبيا عدم النوم خايف اموت فلازم اذاكر ده انت قلت حته مهمه فوبيا عارف فوبيا انت يا دكتور عارف طبعا عارف طبعا عارف فوبيا يعني لما اجي انام على السرير خايف انام بقعد ساعتين ثلاثه بص اقرا قران بقى واستغفر واتشاهد عشان انام لان انا هنام هموت وصلت المرحله دي وصلت لها كده فلازم انزل يا دكتور هشام مفيش حاجه حل تاني انت نورتنا حبيبي يا دكتور شوفوا قد تصل الخوف من حاله انه فوبيا من النوم دي محتاجة دراسة لوحدها هندرسها خليكم مع الناس الحلوة.